يلا يا دكتور. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانترافينس انجكشن. زي ما احنا متعودين، ايه الادوات المستخدمه علشان اعمل المهاره دي؟ انا عندي في سرنجر سكوب سرنج، في عندي جزء بستخدمه فور ستيريلايزيشن، ممكن يكون قطنه سبيرتو او شاشه بالكحول زي ما موجود كده. ممكن استخدم تورنيكي زي ما هقول، وهنا ما فيش تورنيكي فانا استخدم هذا الايه؟ الجلاف كتورنيكي. وهنستخدم الجلاف اللي احنا لابسينه بالشكل ده. لما اجي اشتغل حاجه تلمس الجلاف انترافينوس انتراماسكولار انتراكتريا او اي اكزامينيشن اخدها كقاعده البس ايه؟ الجلاف او الجلافين. واضح الكلام يا جماعه؟ وبعدين بشوف الماده اللي انا هحقنها. خلاص؟ يبقى انا في عندي الماده اللي هحقنها، عندي ديسبوزابل سرنج، ديسبوزابل يعني هستخدم باور بي، خلاص؟ وعندي الحاجه اللي هعقم بيها، وعندنا الجلافز والتورنيكي، خلاص؟ وطبعا كل ده جهز، يبقى ناقص لنا مين؟ البنجيشن. واضح الكلام يا جماعه؟ ايه الستبس عندي؟ اول حاجه خلاص غسلنا ايدينا بميه وصابون، لبسنا الجلافز، خلاص؟ رحت على البيشنت، عملت انتروداكشن لنفسي، انا فلان، انا ميديكال ستودنت، هعمل لك اكزامينيشن لكذا، وهسحب عين الدم او هحقن لك ماده كذا. واضح يا جماعه؟ طب كلام جميل. بعد كده خلاص انا عرفت ناس العيان، والعيان خلاص بقى كاستم وعارف ان انا هعمل ايه. خلاص عندي سرنج، قبل ما اعمل اي حاجه خالص المحلول اللي قدامي اركز الحقنه اللي انا هديها تنفع تتاخد انترافينوس ولا انتراماسكولار ولا انتراكتريال ولا سبكوتينيوس ولا الترادرمال ولا 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 ولا. يبقى اكون عارف مكتوب عليها انترافينوس، لان مش كل الحقن تتاخد انترافينوس. صح الكلام؟ كلام كويس. انا دلوقتي قريت لقيتها ايه؟ تتاخد انترا ايه؟ فينوس. لو هي امبول بفتح الامبول مره واحده واستخدم وخلاص. طيب لو هي فيان يعني متغطيه الحاجه ايه؟ جلد بالشكل ده، انا اقوم جاير الايه؟ الحاجه اللي انا معقم بها بالشكل ده، وهقوم ايه؟ معقمها بالاحول. يبقى لو بفرض ان ديت فايل، يبقى انا هعقم الجزء اللي هو الايه؟ الجلد اللي هنا بتاع اللي هو عشان هغرس فيها الايه؟ السم. خلاص؟ فكلام كويس قوي. خلاص عندنا دلوقتي ايه؟ سرنج. احنا جهزنا نفسنا وقلنا دي ديسبوزابل سرنج. وزي ما بقول هاجي ابص على السرنجه هلاقي مكتوب عليها ايه؟ تير هير، يعني هفتح من هنا عشان ما اجيش قدام العيان واقعد افتح يمين وشمال وادوخ نفسي. يبقى انا بشوف اهو تير مكتوبه فين؟ هو عامل المكان اللي انا هفتح منه بقى السرنجه جاهزه ايه؟ قدامي بالشكل ده. خلاص يا جماعه؟ سرنجه زياده. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي ايه؟ انا ديسبوزابل سرنج يا جماعه، خلاص؟ ديسبوزابل سرنج. خلاص ما ينفعش اقوم جاي فاتح السرنجه. خلاص؟ نركز مع بعض يا جماعه. حاجات غلط بنعملها. ما ينفعش اجيب السرنجه واقوم ايه؟ خلاص انا هسحب الكميه اللي انا عايزها بالشكل ده. سحبناها خلاص؟ ادي الكميه يعني. ركزوا في اللي هنعمله صح واللي هنعمله غلط. المفروض هنا في شويه هواء اهو. ينفع اقوم حاقن العيان بالهواء؟ لا، يبقى يعني لازم اول حاجه اعمل ريموفال لمين؟ للهواء اللي عندي بالشكل ده. انا بعمل ايه؟ تابنج، بخبط حاجه بسيطه كده اهو، بحيث ان لو في شويه فقاعات هواء تطلع لفوق، وبعدين بالراحه خالص كده اهو اطلع شويه الايه؟ الهواء دول. ناس تقول لنا مثلا بمسك القطنه مثلا، لو فرض ان دي قطنه اهي، واجي اقوم جاي من الفرحه كده ما لماش واعمل عشان ما ايه؟ ما وقعش الفلويد في وش العيان ولا البيت، خلاص؟ لكن ما ينفعش اقوم جايب السرنجه بالشكل ده وامسح السن بتاع السرنجه كده، انا ضيعت التعقيم بتاعها. ماشي الكلام يا جماعه؟ كلام كويس. ادي العينه جاهزه بالشكل ده، والعيان عرفناه بنفسنا. في نقطه هنا نسيناها، وانا ماسك السرنجه محتاج ان انا اركب التورنيكيه. ايه رايكم؟ امسك دي واقعد اركب في التورنيكيه، اقعد اغز في العيان، ولا اقوم راجع لمين؟ للغطا بتاعنا بالشكل ده ونحطها كده اهوت لحد ما نركب الايه؟ التورنيكيه. خلاص؟ ركبنا التورنيكيه زي ما انتم عارفين ان ديت ايه؟ موديل بنشتغل عليه. ها؟ انا دلوقتي لو انسان عادي قدامي بحط الايه؟ التورنيكيه فين؟ انا بشتغل على فين هنا؟ هحطه بروكسيمال للفين، ده كده يبقى بروكسيمال ولا ديستال؟ لو بني ادم عادي قدامي هيبقى بروكسيمال.
ليه؟ لان الفين هيمشي الدم فيه منين؟ من البريفرال هنا في اتجاه مين؟ الهارت. فانا بسد الفين علشان الدم يتجمع فيه واقوم يبقى واضح واحقن فيه. لكن هنا في الدنيا اللي قدامي دي او في الموديل اللي قدامي لو همشي بما يرضي الله يبقى هعمل ايه؟ هعمل تابنج فين؟ ها؟ ديستا. ليه؟ لان الفلويد اللي جاي لي منين؟ بالطريقه دي. واضح الكلام؟ لكن احنا بنتكلم كاننا بنشتغل على هيومن، يبقى انا هعمل فين؟ ها؟ بروكسيمال. لان انا بعمل انترا فينس. بروكسيمال؟ اه بروكسيمال كده كده انت عارفين يعني كلمه بروكسيمال؟ والثانيه ايش؟ ديستال. بصوا يا جماعه كلمه بروكسيمال يعني حاجه قريبه، ديستال يعني حاجه بعيده، قريبه او بعيده من ايه؟ من جسمي من السنتر اوف ذا بادي. واضح الكلام؟ السنتر اوف ذا بادي بيها هيشمل الترانك وادا الهيد والليز. انت عندك دلوقتي السنتر اوف ذا بادي اللي هو الترانك والهيد، القريب منه فين؟ الجزء الاعلى ده ولا الجزء البعيد؟ يبقى ده بقول عليه بروكسيما، واللي بعيد ده اقول عليه ايه؟ ديستال. يبقى احنا دلوقتي ايه؟ مركبين التورنيكيه اهو، والفين واضح قدامي، عندي فينز كتيره اهي. خلاص؟ وكلها بقت واضحه. خلاص؟ والعيان كالم قدامي وانا معرفه انا هعمل ايه ومفيش مشكله خالص. وطبعا العيان ايه؟ يا اما الوضع بتاعه يا اما نايم يا اما سيمي سيتي. ما ينفعش الدكتور اللي قاعد ولا اللي نايم والعيان اللي واقف ينفع؟ ما ينفعش. كلام كويس. وخلاص وعندي الايه؟ مجهزين السرنجه، سحبنا العينه بقت جاهزه. ايه رايكم؟ لما اجي ابص على السرنجه هلاقي في جزء منها بنقول عليه ايه؟ جزء مشطوف بالشكل ده. خلاص؟ هركب السن ده ازاي؟ اخليه لتحت كده؟ ولا اخلي الجزء المشطوف لفوق؟ اكون باصص عليه؟ لا اكون باصص عليه. ها؟ ايه رايكم؟ ها؟ يعني بصوا يا جماعه الجزء المشطوف ده الاوبننج بتاعته، انا فاهم قصدك. انت عملت زي اللي بيشرب اللي بيقول لك الكوبايه نصها ايه؟ مليان، التاني قال لا ده نصها فاضي. هي هي انت قصدك ان الجزء الزايد يبقى تحت المشطوف اللي هو الجزء اللي تحت الكبير دوت يبقى تحت. انا مش قصدي كده، انا قصدي الاوبننج بتاع الجزء المشطوف ده لفوق. الاثنين واحد يعني احنا الاثنين صح. انت قصدك ان الجزء الزايد ده اللي هو الجزء المشطوف ده يبقى لتحت، انا قصدي الاوبننج اللي جواته يبقى لفوق. الاثنين واحد صح. واضح الكلام يا جماعه؟ طب ليه ما بعكسهاش؟ لاسباب كتير جدا. اولا لو عكستها كده هيبقى difficult to introduce the ايه؟ the needle of the syringe. هيبقى صعب. وبينفول. خلاص وهارمفول للعيان. تاني حاجه واخطر من دي ان انا لما احطها بالشكل ده الجزء المشروف ده هيريح على الفين جوه، ممكن يعمل له obstruction يقفله. لكن انا لما اخلي الجزء الاوبننج اللي فوق اديت مكان يتسحب منه الدم او ينزل الدم. بمعنى انا خلاص بقى الجزء قدامي فاضى اهوت، انا حددت المكان اللي انا هحقن فيه، في فينز كتير واضحه اهي. هعمل ايه بقى؟ هعقم الايه؟ هستخدم طبعا ايه؟ بتاع ايه ده بالشكل ده؟ واعقم المكان. وخلي بالكم يا جماعه التعقيم بيتم ازاي؟ بصوره من اتنين، يا اما انا دلوقتي خلاص هحقن هنا، يا اما فروم انورد اوت وورد بالشكل ده. خلاص ما حدش يجي بالعكس، فروم اوت وورد انورد كده بهدلنا الدنيا. ليه؟ لان انا لما هجيب فروم اوت وورد انورد بلم الميكروبات كلها تبقى في الوسط، صح ولا لا؟ لكن انا لما ابدا من السنترال للبريفري كده كده بعت الايه؟ الميكروبس خالص. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا هعمل ايه؟ سيركيولر على المكان كده، نظفنا المكان كله خلاص، اتاكدنا ان المكان نظيف. انا الفين بقى علشان اتاكد من الفين ممكن يبقى متحرك، بالذات الناس الايه؟ الاولد ايج بيبقى فيه سام سورت اوف سكليروزس. خلاص سكليروزس يعني ايه؟ في تصلب في الفيسل. خلاص فانا اعمل ايه؟ بثبت اهو تحت الفين اهو، ثبتت الفين عشان ما يجريش مني ولا يهرب مني. وشايفين يا جماعه ماسك السرنجه ازاي اهي، مفيش واحد زي الشاطر يقوم حاطط ايده على سن السرنجه يضيع التعقيم بتاعه. واضح الكلام؟ بالشكل ده كده، واقوم ادى الفين اهو بالشكل ده. احنا حطيناها بالشكل ده، ابدا اتاكد هو في الفين ولا مش الفين، اسحب نقطه صغيره. طب هل هو دلوقتي فيه؟ لا. هنشوف. نسحب كده نشوف نفك ديت على اساس ان معموله العكس كده. ها ما فيش. ده في فين؟ طيب نركز مع بعض. طب ثانيه واحده، ده كلام جميل. انا دلوقتي حطيتها في فين، جيت اسحب ما لقيتش في دم. عندي احتمال الاثنين، ممكن تكون فعلا في الفين بس الشخص ده عنده سيفير هايبوتنشن لدرجه ان الدم هربان منه. خلاص
او ان يكون بره الفين. اتاكد ازاي؟ هحكم واشوف الاريا دهيت اللي بعد السن السرنجه ديت هل حصل لها سويلينج. سويلينج يعني معناها الفلود خرج بره الايه، بره الايه الفين. ما حصلش فيه يبقى شغال. كيف يعني خرج؟ هنشوف. ادي دلوقتي احنا حطيناها هحقن كده. ايه رايكم؟ ركزوا معايا كده، شوفوا هل فيه زياده. ايوه في زياده، يبقى انا اقوم اطلعها تاني وعقب المكان. نعم اه طبعا. كيف يا دكتور تسوي كده؟ يعني هتاثر على يعني انا زي ما قلت اهو، انا دلوقتي جيت احط في الفين، جيت اسحب دم ما طلعش، فقلت احتمال من اثنين، ممكن يكون في الفين بس الدم هربان، او مش في الفين وهو بره الفين. واضح الكلام؟ فانا هحقن كميه صغيره جدا. لو هو بره الفين الفلويد هيتكون في التش، هيتكون في التش فيورم، تحس ان السكين عيبت شويه كده زي ما احنا عجينا نعمل هنا، ورمت وبدات تطلع الفلويد كده، يعني معناها مش في الفين. طب اسويها دكتور هذا الشيء عادي؟ لا بسيطه. لا انت دلوقتي قوم سحب السرنجه تاني، شويه الفلويد اللي في التش مش هياثروا ان شاء الله. من رحمه ربنا يا جماعه ان اغلب الايه، من اغلب الحقن اللي بتتحط في الفين بتبقى امان انتراماسكولار وسبكوتينس وليس العكس. واضح الكلام يا جماعه؟ طيب هقوم رايح لجزء تاني حاجه اوضح. خلاص نشوف هنا كده اي واحد من دول هنا دايما هنا خلاص، بس شايفين يا جماعه الاتجاه وثبتناه اهو وبالشكل ده كده، ونشوف كده في حاجه. لا مصممه ان ما يبقاش في حاجه. اي لا بقى فيها اهو. واضح الكلام يا جماعه؟ طيب دي نقطه مهمه جدا، ركزوا معايا بقى. بصوا يا جماعه، تفرق واحد من واحد في الكلينيكال كتير انه يشتغل بايديه، وكل خطوه يعملها يقول دي طب دي حصلت ليه ودي ما حصلتش ليه. احنا لما جينا نشتغل حطينا السن السرنجه في المره الاولانيه ما طلعتش، في المره الثانيه برضه ما طلعتش. المشكله فين؟ المشكله ان احنا ما كناش بندخل سن السرنجه المكان للايه؟ المساحه الكافيه، ما كانش بيوصل للفين، كنا بنمشي شويه سبكوتينيوس ما نوصلش للفين وندور. واضح الكلام؟ ودي فكره السؤال اللي انتوا كنتوا بتسالوه في الاول، او واحد ساله في الاول، هل في سرنجه خاصه بالانترا فينوس انجكشن؟ سرنجه خاصه بالانترا ارتيريال انجكشن؟ سرنجه خاصه بالسبكوتينيوس انتراديرمال؟ لحد ما ممكن استخدم سرنجه كله. لكن كل ما يبقى في سبيسيفيس يبقى افضل. بمعنى ان انا واحقن سبكوتينيوس يعني حقن الانسولين، اكيد كلنا شفناه، بتلاقي السن بتاعه رفيع جدا. الحقنه بتاع الاطفال يعني طفل هديله انتراماسكولار ولا انترافينوس، هل هيبقى زي واحد اطل؟ هل واحد سن زي واحد فيري اوبيس؟ واضح الكلام؟ فانا برضك ببص للشخص اللي قدامي، هل هو المصل بتاعته جامده والفات كتير لدرجه ان انا محتاج سن سرنجه طويل؟ تبرع الدم. واضح الكلام؟ نعم السرنجه تبرع الدم. السرنجات اي سرنجه من دول ممكن استخدمها في كل حاجه. يعني تسحب دم طبعا. ما هي نفس الكلام ممكن بس باحجام مختلفه. احنا اتاكدنا دلوقتي. بصوا يا جماعه السؤال هنا الثاني، ركزوا معايا في السؤال ده لانه مهم جدا. انا دلوقتي كنت بقول لما جيت احط السرنجه وطلع نقطه بلاد وما طلعش نقطه بلاد، قلت احتمال من اثنين، يا اما اكون فعلا في فين بس الدم هربان، يا اما في السبكوتينيوس تيشو او في الماسل او في غيره. طيب ايه رايكم لما انا حطيتها بالشكل ده وطلع بلاد، هل ده احلف عليها انها انترافينوس ولا لا؟ ما احلف على ابوها. تحلف تحلف عليها يا جماعه؟ ايه رايكم تحلفوا عليها لو انا طلع لي شويه بلاد كده احلف عليها انها في الفين؟ يمكن انترسيشن. ما احلفش. قول لي ليه؟ زي ما زميلك قال ممكن تكون من بره الفين لكن في الانترستيشيال في السبكوتينيوس تيشو. مش في شويه طريقه يا زميلي؟ انت ممكن صدفك حظك الحال ان بدل ما تدخل في الفين جرحت كابيلاري، قطعت كابيلاري، فشويه دم طلعوا منها وانت بتسحب فيديني. نعم اتاكد ازاي بقى؟ كلام حلو. المهم فهمت الاحتمال. اتاكد ازاي؟ انني بص عيني يا جماعه فين، وانا هدي الحقنه اهو، هدي السرنجه هحقن اهوت. بصوا عيني على الجزء اللي داخل في السن هنا، هشوف هيورم ولا لا. في ملحوظتين خلي بالكم، وانا خلاص انا اتاكدت انها ايه، حطيتها وفي شويه بلاد طلعوا. ابص لحاجتين مهمين. اول حاجه ابص بعينيا هنا، هل هتورم اما احقن كده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ها النقطه الثانيه، هل احقن بسرعه ولا شويه؟ ها فيري فيري سلولي، لدرجه يا جماعه في حقن ممكن يديها على امتداد ربع ساعه ثلث ساعه لانها ممكن تموت.
يعني واحد لو خد حقنه على سبيل المثال انتروفينوس كالسيوم انجكشن، لو خد حقنه كالسيوم رابيد او بوتاسيوم، ربنا هيكرمه على طول والقلب يقف ويضعف. زي ما اتقال لكم برضك لو واحد عنده ازمه حساسيه على صدره وسيفير ازمه وادينا له حقنه ايه؟ ها؟ زي امايلوفيل الايتافيل الزوفيل اللي هي المجموعه ديت اللي بتحاول تعمل برونكو دايلاتيشن. دي لو اديتها رابد دي هتعمل له سيفير هايبوتنشن ولبس وشوك وربنا يكتمه ان شاء الله. طيب بصوا يا جماعه بالشكل ده في غلطه دلوقتي الشاطر فيكم يقول لي هي ايه؟ بصوا دلوقتي على الشغل بتاعنا ده احنا اتفقنا خلاص ان انا احقن بالراحه ان انا هبص هنا هي ما ورمتش يبقى في الفيل، لكن بالوضع بتاعي هو في غلط شاطر. انا لما ابص بالشكل ده احنا ما سحبناها ما طلعناش شويه هواء. واضح الكلام يا جماعه؟ يبقى انت وانت بتشتغل تبقى عارف انت عملت، انت عارف لو انت جيت في امتحان كلينيكال سكيل وانت بتشتغل كده اهو وحقنت وبعدين وانت واقف كده قلت ياه، قلت للدكتور نفسه حتى لو مش واخد باله قلت له ياه انا فعلا انا غلطت المفروض كنت تعمل كذا بس حصل كده. انت كده بتصوب خطا انت اقترفته فهو مش هيتحاسب عليه. انا كنت لسه في مرحله التعلم المهاره يا جماعه بتحتاج مره واثنين و10 و20 وانت مجرد تشتغلها مره ولا اثنين. واضح الكلام؟ فانا بالتالي الشكل ده كده ايه؟ غلط. يبقى المفروض هقوم ساحبها تاني واطلع شويه الايه؟ الهواء. حتى لو نزلت الكميه؟ حتى لو كميه قليله، هي على فكره يا جماعه كده خلاص حقنها وما ورمتش ولا حاجه خالص. بعد كده هقول لكم ملحوظه بس لما اخلص الحته دي، خلاص احنا ايه؟ بصوا يا جماعه احنا سحبنا هقوم جايب الايه؟ اللي هو الجزء الاسترلايزد كوتون او استرلايزد بارت كده واقوم ايه؟ انا كنت حاقن هنا، هقوم ضغط عامل كومبريشن. ليه؟ لان لو ما عملتش كومبريشن شويه بلاد من الفين هيطلعوا للايه؟ للسلاب كوتينيوس تيشو ممكن تعمل لي حته مزرقه كده شويه دم يطلع فيغير في لون فتلاقي ايه؟ لو انت طنشت هتلاقي الحته حوالين اللي انت حاقنها ديت بعد يوم او اتنين لونها اتغير. يعني لازم تضغط تضغط علشان تساعد الهيلينج وتمنع ان الدم يهرب من الفين. دقيقه اضغط خلاص؟ قول للعيان بلاش انت تضغط حطها وقول للعيان ان انت بتكي على الحته خلاص؟ طب في نقطه بقى مهمه جدا. احنا خلصنا الايه؟ خلصنا الشغل بالشكل ده، هقوم بسرعه حاطط الايه؟ مغطي السرنجه زي ما اتفقنا واقوم رميها في الديسبوزر الايه؟ في جزء الديسبوزر بالشكل ده بحيث ان ما لا انا اتعور بها ولا العامل يتعور بها. واضح الكلام؟ طب السؤال الاخير بقى ركزوا معايا اللي هو زميلك قال ايه؟ طب اخاف من كميه هواء قد ايه؟ كلنا نسمع يقول لك ده ايه؟ انت اداله حقنه هواء ما ودهاش. صح ولا لا؟ انتوا عارفين قالوا ان المينيمال الاوند اوف اير اقل كميه ممكن تتسبب في في الوفاه لو اغلب الابحاث قد ايه؟ تخيلوا قد ايه؟ يعني مثلا هل سرنجه دلوقتي 5 مللي او 3 مللي لو حقنتها كلها هواء واديتها لواحد انترافينوس دي ربنا هيكرمه ويطمطم؟ لا لا بنسبه كبيره لا. بصوا يا جماعه البني ادم مفيش فيه قاعده. انت ممكن بص يا جماعه بتلاقي واحده ليل ونهار بتشيل وبتعمل وحامل ومفيش حاجه في المشكله في الحمل. واحده ثانيه تلاقيها حامل وخدت شويه دور برد كحه العيل اللي نزل. صح ولا مش بتلاقوا؟ فنفس الكلام انت دلوقتي الستاندرد او اللي قالوا ان اقل كميه تعمل مشكله وايه الامبوليزم وتؤدي الى الوفاه 60 مللي. اقل من كده ان شاء الله ما تاثرش، لكن في بعض الناس هيكون حظهم حلو جدا وتاثر معاهم. في حد عنده اي مشكله يا جماعه؟ في اي استفسار؟ ماشي شكرا نبدا نشتغل.